الحمد لله الذي جعل عمارة بيوته من أعظم شواهد الإيمان، وأذن أن ترفع وتعظم تعظيما للرحيم الرحمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السابق إلى كل خير ومعروف وبر وإحسان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وعظموا قدر الصلاة في قلوبكم واعتنوا بها، فإنها رأس العبادات البدنية وأعظمها، وهي الركن الثاني بعد توحيد الله جل وعلا وأعظم علامات الإيمان الظاهرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وإن من تعظيمها أداءها مع الجماعة، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أداءها مع الجماعة في المساجد. ومن تعظيمها أيضا الحرص على معرفة أحكامها وتطبيقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. ومن تعظيمها أيضا الخشوع فيها وتدبر أذكارها، فإن الخشوع فيها من أسباب الفلاح، بل قد جعل الله جل وعلا الخاشعين في صلاتهم من ورثة الفردوس الأعلى. ومن أثر الصلاة على العقيدة عباد الله أن أداءها مع الجماعة في المسجد سبب للثبات على الإسلام حتى الممات. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، رواه مسلم. عباد الله، ومن آثار الصلاة أنها سبب لصلاح أمر المسلم مع أسرته وسلامتها من التشتت والضياع، بل هي من أعظم ما يعين على تحمل المشاق وصعوبات الحياة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن يريد إصلاح نفسه وحاله فليحافظ على هذه الصلاة كما أمر الله جل وعلا، وأدائها في المساجد. ومن يريد طريقا يختصر عليه الجهد في تربية أولاده وأهل بيته ويعينه ويغنيه عن كثير من الحلول، فليأمرهم بالمحافظة على الصلاة وليجتهد معهم في ذلك، وسوف يرى فيهم بإذن الله ما تقر به عينه. فاللهم اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا يا رب العالمين، وتقبل دعاءنا. اللهم وفقنا لمحافظة على الصلاة وذرياتنا يا رب العالمين. عباد الله، ومن تعظيم قدر الصلاة أيضا أخذ الزينة لها وارتداء الملابس الحسنة الجميلة، وعدم لبس ما لا يليق بالمسلم أن يرتديه بين يدي ربه في صلاته. وحري بالمسلم أن يعظم شأن صلاته فيحافظ عليها ويخرج إليها في هيئة حسنة ولباس حسن وريح حسن. قال تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء: كل مسجد أي كل صلاة. وأخذ الزينة في الصلاة على نوعين: زينة واجبة وزينة مستحبة. فأما الزينة الواجبة فهي ستر العورة، فلا تصح الصلاة والعورة مكشوفة مع القدرة على سترها. والزينة المستحبة ما زاد على ستر العورة مما يتجمل به كاللباس الحسن والطيب والسواك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، أخرجه الإمام الطبراني وغيره وصححه العلامة الألباني. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان إذا قام إلى الصلاة فما يعجبه إلا الثياب النقية والريح الطيبة. والجمعة والعيدان يتأكد فيهما التزين أكثر من غيرهما،
قال صلى الله عليه وسلم حاثا أمته على التنظف والتطيب لصلاة الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر أي توضأ فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له ومس ما كتب الله من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه أهل السنن وصححه العلامة الألباني. فهكذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليها سلفنا الصالح. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت أصحاب بدر وأصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنهم إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم، وإذا كان عندهم طيب مسوا منه، ثم راحوا إلى الجمعة. فاللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن. والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، عظموا بيوت الله، وليربي المسلم نفسه وولده وأهله على تعظيم بيوت الله. قال التابعي الجليل نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. فقال: الله أحق من تزين له أو من تزينت له. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج إلى المسجد. وعن طلحة بن مصرف قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يعرف بريح الطيب. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبد الله يتطيب بطيب فيه مسك إذا خرج إلى الصلاة. وعن عثمان بن عبيد الله رحمه الله قال: رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنهم يمرون علينا ونحن في الكتاب، فنجد منهم ريح العبير وهو الخلوق أي الطيب إذا خرجوا إلى المسجد. وعن أبي قلابة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه قد مر من طيب ريحه. إخوة الإيمان، اجتنبوا ما لا يليق بحرمة الصلاة ومكانة المسجد، وما لا يليق بالمسلم أن يقابل به أهل المسجد من المصلين ومن الملائكة الذين يحضرون الصلاة في أداء هذه العبادة الجليلة. ومن ذلك لبس الملابس غير اللائقة كثياب النوم أو الثياب المتسخة أو ذات الرائحة الكريهة، أو تكون قصيرة تكشف الفخذ عند الركوع والسجود والجلوس، أو تكشف المؤخرة كبعض الملابس الرياضية أو الملابس غير الإسلامية، أو لكونها ضيقة تصف العورة وتبين حجمها، أو عليها رسوماً تنافي الشرع أو الأدب. كما يجب على المسلم أن يصون المسجد عن الروائح الكريهة المستخبثة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم والبصل عن حضور الجماعة حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين بريحها. متفق عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم تشتد عليه الرائحة الكريهة، فلا يحل لمسلم أن يحضر المسجد بروائح الثوم أو البصل أو العرق أو نتن الإبط أو الجوارب والشرابات، وشر منها رائحة الدخان عافانا الله وإياكم منه، فإنه حرام الشرب، خبيث الريح، متلف للمال، مفسد للصحة. ف
فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بسنة رسول الله.